هاي اسمع اسمع هذيك اللي ترسى فيها نص كواب معنى انطلاق القافلة الأولى تضم مع الولايات المتضررة في الشرق الجزائري خاصة ولاية طرف وولاية سوقراس. هذه الهبة التضامنية من سكان غردايا تعبر على مدى تضامنهم وتآزرهم مع إخوانهم في هذه المحنة، وهذا للتخفيف عليهم. القافلة عبارة عن 46 طن فيها مواد غذائية متنوعة، فيها مياه معدنية، فيها أفرشة وأغطية، وفيها مواد أخرى إن شاء الله، وحتى فيها أدوات مدرسية للأولاد تاع الأسر المعوزة ولا المكوبة إن شاء الله. هذه المبادرة هي مفتوحة، نقطة التجميع هنا في الحماية المدنية راهي مفتوحة، المبادرة مازال مفتوحة، هذه قافلة أولية. ونشكر كاع المحسنين ونغتنم الفرصة لنعزي أهلنا المنكوبين في اللي توفوا في الحرائق ونحتسبهم عند الله شهداء. نتوجه بالتعازي الخالص لاخواننا في طارق وسقراس، ونسال الله سبحانه وتعالى الشفاء للمرضى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف على المتضررين ان شاء الله، كما نهب بالمجتمع المدني ونشكره على هذه الهبه التضامنيه التي يعني ولو بشيء قليل لاخواننا الذين هذا من واجبنا في حقيقة الأمر. نسأل الله الجزائر الحفظ والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، وهو من مقادير الله سبحانه وتعالى التي نرضى بها إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم العافية.